النهاردة هنتكلم على موضوع مهم وبيمس قطاع كبير من الناس، وهو موضوع النفقة اللي بتكون مستحقة للزوجة على زوجها أو طليقها. بادئ ذي بدء لازم نعرف إن النفقة دي مش مرتبطة بالطلاق، يعني ممكن واحدة مش مطلقة تكون علاقة الزوجية لسه قائمة وتطلب النفقة من زوجها اللي هي على ذمته، وده في حالة إن كان هذا الزوج ما بيصرفش عليها أو على أولادها. وفي هذه الحالة المحكمة بتحكم طبعا بنفقة ليها هي وأولادها حتى ولو كانت على ذمته. في حالات تانية بقى، وهي الحالات الغالبة اللي بتكون ما بين المطلقين، يعني المطلقة هي اللي بترفع دعوى نفقة على طليقها، وفي الحالة دي بيكون في نفقة للمطلقة عن فترة تساوي تقريبا 3 أشهر، والفترة دي بتكون مرتبطة بالمدة اللي بتستوفي فيها المرأة عدتها، وعدة المرأة بيتم احتسابها بـ3 حيضات بحسب حكم الشرع، والمرأة في ذلك بتحلف اليمين أمام القاضي أنها لازالت في فترة استكمال الـ3 حيضات حتى تستطيع أن تقبض نفقتها من طليقها. والحكمة من النفقة دي إن الزوج حتى وإن طلق زوجته وكانت طلقته رجعية، يعني طلقة يستطيع الرجوع فيها كأن تكون الطلقة الأولى أو الثانية، فبيكون لازم عليه إن هو يصرف عليها في الفترة دي لأنها لن تستطيع الزواج من غيره، وهي بتعتبر في الفترة دي محبوسة على ذمته. وهو أيضا الحال ولو كانت الطلقة غير رجعية، يعني كانت الطلقة الثالثة، لأن خلال انتظارها لأشهر العدة لن تستطيع الارتباط بغيره، فيكون هو ملزم بالصرف عليها حتى انتهاء فترة العدة. ده بالنسبة لنفقة الزوجة. أما نفقة الأولاد بقى فأمرها مختلف، هي غير مرتبطة بعدة أو غيره. الأب مسؤول مسؤولية مباشرة ومستمرة بالصرف على أولاده أيا كانت الظروف وأيا كانت شكل العلاقة اللي بتربطه بأمهم. وهنا يثور سؤال، كيف يتم تقدير النفقة التي تكون على الزوج تجاه أولاده؟ وهل يختلف المبلغ باختلاف عدد الأبناء؟ مخلف واحد غير اللي مخلف اتنين غير اللي مخلف تلاتة؟ وهل هناك نسبة معينة يتم خصمها من مرتب الزوج لصالح الأولاد؟ أولا بالنسبة لحكاية النسبة دي فهناك لبس حيالها، بيعتقد ناس كتير إن النسبة الخاصة بالنفقة من مرتب الزوج بتقدر بالربع عادة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، والاعتقاد ده يعتبر خطأ شائع. فغاية ما في الأمر أن نسبة الربع التي يتم خصمها هي التي يمكن التنفيذ عليها من مرتب الزوج بالطرق التقليدية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن هو ينفع إن إحنا ننفذ على ما هو أكثر من تلك النسبة بالعديد من الطرق الأخرى. يعني من الآخر القاضي ممكن يحكم بـ50% أو 60% من مرتب الزوج، لكن الشغل بتاع الزوج لن يسمح للمطلقة إلا بالتنفيذ على ربع المرتب فقط. طب والباقي هننفذ عليه ازاي؟ ننفذ عليه برضه بس بطرق تانية غير الطرق التقليدية اللي هي ان احنا ناخده مباشرة من مرتب الزوج من الشغل بتاعه. طب ممكن حد يسألني على اساس ايه ممكن القاضي يحكم بنسبة 10% او 20 او 50 من المرتب لصالح الاولاد؟ الاجابة بوضوح هي على مقدار يسار الزوج. في الحقيقة القانون قسم الازواج لـ3 اصناف، غني متوسط فقير، وعلى أساس درجة يسار الزوج تتحدد نسبة الأولاد في مرتبه. طب إزاي تقدر الزوجة تثبت يسار الزوج أو إن ليه مصادر دخل أخرى؟ القانون أتاح للزوجة في هذه الحالة جميع طرق الإثبات، ممكن شهادة الشهود اللي بيقولوا فيها إنه بيشتغل أكتر من شغلانة، أو جواب البنك اللي بيثبت فيه إنه عنده رصيد بنكي، أو مفردات مرتبه من جهة عمله، أو السجل الضريبي اللي بيقول عن عنده بيزنس تاني، وطبعا تحريات المباحث اللي بتفيد في إثبات أي مصادر أخرى للدخل والدلالة على مدى يسار الزوج. سؤال أخير، هل القاضي بيكون ملزم إنه يحكم بنسبة معينة من مرتب الزوج للأولاد؟ يعني لازم يحكم في حدود الربع أو النص، في مسطرة يعني بتحدد الكلام ده وبتلزم القاضي بنسبة معينة؟ الإجابة برضو بوضوح لا، هو حر يحكم بأقل من الربع أو الربع أو أكتر من الربع، ومفيش حاجة بتلزمه. هو في الحالي في مشروع قانون بيلزم القاضي إنه يحكم بربع المرتب بتاع الزوج كنفقة للأولاد كحد أدنى،
لكن لسه المشروع بتاع هذا القانون لم يناقش بعد ولم يتم العمل بيه. لو في أي استفسارات أو أسئلة تخص تلك المسألة يا ريت تكتبوا لي في الكومنت، ولو في أي اقتراحات تخلي الحلقات تخرج بشكل أحسن من ناحية اختيار الموضوعات أو طريقة العرض ما تترددوش إنكم تقولوا لي عليها. شكرا لحسن استماعكم، وأشوفكم الأسبوع الجاي على كل خير.